life, not only from the physical aspect, but more importantly, from the mental, environmental, well-being, and disease preventive aspect. فهالشيء التي تو ايموشنال انتليجنس لازم نعرف امتى تكون الحاله النفسيه او حالتنا العاطفيه صح عشان ناخذ قرار صح. وليد محمد الابكع من مدارس الرواد. طبعا جامعه الفيصل ما شاء الله من افضل الجامعات صراحه. انا بالنسبه لي يعني جاي من مدرسه الرواد صراحه مره حلو فيها فعاليات تثقف الانسان انه ايش يبي يختار في المستقبل يعني صراحه بعد الهاي سكول بعد يعني الثانويه صراحه. يعني اتمنى التقدم والعليا في هذه الجامعه صراحه لانها مره 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 جميله. Many thanks to everyone who participated in this event. Vaccines help us, vaccines prevent diseases. That's what we're trying to convey. It has prolonged sitting been associated to a shorter lifespan. Can you get diabetes? Get light bulbs? Look at the light bulbs.